الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يتوضأ ويلبس أحسن الثياب ويخرج جاهزا إلى الصلاة، لا يؤخر الوضوء والطهارة إلى المسجد. أصل خبر هذا صحيح هذا شيء إنسان بخبل كور كي طهارت حاصل كي أو دسو كي منزو كي أو بيا جمعة تراشي ندا شيء خبل طهارت أرسل غيد وجنا منز تأخير كي يمشي أو يركب يا بيدل زي أو يا غاڑی كي والمشي أفضل بيدلت لل بهتر دي لكن يمشي في سكينة يعني لا يخرج إلى الصلاة وهو يجري أو يهرول كچرتا پیدل زی پکار د سکون او اطمینان سره لار شینه دا چې هغه منډي وي او دکی ووقار فی الهيئه یعنی لا يخرج الى الصلاه ويرفع الصوت بالكلام هم دغه رنګ هیبت او وقار جوړول پکار دي دا سره چې هغه منځ ته راوځي او چغه وي رواني اذا وصل للمسجد يترك الدنيا خارج المسجد لا يدخل بها للمسجد کله چې جمعه ته اورسه نه خپل دنیا دی بار پری دی جمعه ته نه در نه کی لا بيع ولا شراء في المسجد نه اخستل نه خرڅول په جمعه کې لا تجاره في المسجد نه تجارت په جمعه تجاره مع الله فقط دا الله سره تجارت پکار لا يبحث عن الاشياء المفقوده پردی ورکشوی شینه بنه لټای کلام عن السياسه د سیاست خبرې بنه کوي کلام عن الدنيا د دنیا خبرې بنه کوي يجعل المساجد مثل المطاعم والمقاهي لا يمكن جمعات بعد مطعمونو او د قهوه خانو پرنګ نه ګرځي يقدم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج د داخل دو په وخت خپل خيخ بدن نکول دراوتو په وخت غس خبر باركول. مع الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام سرد أغوارد دعاء قانو رسول الله سمنا سابد دي. دخل إلى المسجد وجد الصلاة قد أقيمت يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليه الإمام شكل جمعة تدنشو جمع ولاله وتكبير تحريم بوي أو ديمام سر بزبونس كداخلي يجي بهر هيئات كيو قائم راكع جالس ساجد كإمام قائم ولاله كبركو حالت كيو كما سجدة بحالت وإذا أدرك الإمام قائما او راكعا تحسب له ركعه كامام شرط داس حالت کی راونی چا غو ولال لے یا پر رکوع کی دے در رکعت حساب اذا انتهى الامام من الصلاه يقضي ما فات کلا چی منز امام منز ختم کرد دنا چ کم رکعتون تلی غبر اگر زی دخل الى المسجد والصلاه لم تقم بعد جماعت دن شو جما ند ولاڑا لابد ان الرجال يتقدموا للصف الاول لازمی خبر دا چ سڑی اول صف تزان مخکی کی يتاخر النساء او خذی رستو ادریگی تصلي إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية تصلي السنة القبلية كصلاة الفجر راتبة الفجر يصليها كشرطة دي من سنة ون ده من مخي ده سنة كي لك سنة فجر من مخي سنة كول وإلا صلى تحية المجلس المسجد قبل أن يجلس أو كنين تحية المسجد دي وكي مخي ده كي ناستلنا لكن لا يليق بالمسلمين أنهم يعبثوا بالجوالات في المساجد أو ينظر إلى الساعة ويرفع الصوت بالكلام في المسجد مسلمان سره دا نه خایيږي چې هغه په موبایل کې چې هغه په جمعات کې په موبایل کې غوتی وای یا आवाज تیز کی او یا نورې خبرې دنیاوی جمعات کې یشتغل فی المسجد بقراءه القران بالصلاه بالاستغفار بالدروس والله اعلم جمعات کې باید خپل ځان په تلاوت باندې په درسونو باندې علمی درسونو باندې اذکارو باندې مشغول کی الله اعلم